أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الكمبيوتر. إحنا في عالم الكمبيوتر هنرحب بس دلوقتي بالضيف بتاعنا. مين معانا النهاردة؟ يوسف محمد. يوسف محمد. إحنا النهاردة هنتكلم مع يوسف محمد عن موضوع مهم جدا. هو بعتهولنا على الفيسبوك، بيقول لي أنا عندي دلوقتي تابلت وعندي موبايل، بس عندي كمية داتا كتيرة جدا مش عارف أحتفظ بيها. يعني هو دلوقتي بيقول لي انا عندي كميه داتا كتيره جدا، عندي كميه اوراق كتيره جدا، ومش عارف اعمل ايه على الموبايل بتاعي، وخصوصا ان الموبايل بتاعي او التابلت بتاعي ما عنديش فيه مساحه تخزينيه عاليه. ده كان اول سؤال جاي لنا من عند يوسف. السؤال الثاني كان يوسف بيسالني، كنت مثلا الاستورج بتاعتي مش كافيه، فما اعرفش، مش عارف احط اي حاجه، مش عارف تحط اي حاجه على الموبايل بتاعك موبايل. او التابلت بتاعك. وبرضه كان سؤالنا تاني يا جماعه، الناس بتقول ان احنا كان لازم ان احنا عشان نشتري برنامج وورد او اكسل او باوربوينت محتاجين حقوق الملكيه الفكريه، محتاجين ان احنا ندفع طبعا الفلوس علشان نشتري مجموعه البرامج دي. لا، احنا النهارده هنتكلم على تكنولوجي جديده جدا خالص، اللي هي موجوده من فتره بس يمكن الناس مش عارفاها او مش عارفه ازاي توظفها او تستخدمها صح. حاجه اسمها كلاودنج سيرفيس. يعني ايه كلاود؟ كل ما اقول للناس يا جماعه الداتا بتاعتكم على الكلاود، يعني ايه على الكلاود؟ الكلاود معناها ايه؟ ان انا دلوقتي كل حاجتك دلوقتي بقت مرفوعه فوق في السبيس اللي موجوده فوق. انت ليك مساحه تخزينيه تقدر تخزن فيها مجموعه الداتا بتاعتك على الكلاود. طيب ميزه ايه ان حاجتي تكون اساسا على الكلاود؟ لو حاجتي على الكلاود يعني انا معناها دلوقتي ان انا ممكن اجيب الداتا بتاعتي من اي مكان. ينفع ان انا استخدم، لو انا مسافره اسكندريه، مسافره اسماعيليه، مسافر اي مكان، ينفع ان انا اخش من اي موبايل اي حد وابتدي ان انا اجيب الداتا بتاعتي. ينفع ان انا اخش من الكمبيوتر بتاعي واجيب الداتا بتاعتي. ينفع اقعد على التابلت بتاعي واجيب الداتا بتاعتي. يبقى مش لازم وانا مسافره، عايزه حاجات مهمه جدا، معلومات مهمه جدا، مش لازم ان انا اخش من الكمبيوتر او التابلت او الموبايل. ينفع ان انا استعمل اي حاجه من دول، هقدر ان انا استرجع البيانات او الاكونتس المهمه بتاعتي. طيب ايه هو بقى كلاود سيستم او كلاود سيرفيس؟ ايه الخدمات الموجوده على الكلاود؟ من الخدمات الموجوده على الكلاود دلوقتي يا جماعه في اربع حاجات موجوده. الميل بتاعك، الايميل بتاعك دلوقتي، الياهو او جيميل او الهوت ميل، كل دول يا جماعه موجودين على الكلاود بتاعنا. يعني كل الميلات بتاعتك موجوده على الكلاود. يعني ممكن ان انا لو نسيت الموبايل بتاعي او ضاع اروح في اي سايبر، هخش بالاكونت بتاعي، هقدر ان انا اتوصل على الميل بتاعي. ده بنسميه حاجه اسمها ايميل سيرفيس، كل الايميلات موجوده على الكلاود. حاجه تانية، انا دلوقتي عايز احتفظ بالداتا بتاعتنا، وده موضوع حلقتنا النهارده اللي هو كلاود ستورج. عندنا حاجه اسمها جوجل درايف، وعندنا حاجه اسمها وان درايف. دي عندك مساحه تخزينيه موجوده في الهواء، ينفع ان احنا نخزن فيها لغايه 15 جيجا، تقدر ان انت تخزن فيها كل الداتا اللي انت عايزها. يبقى انا مش بس بخزن ارقام تليفونات الناس بتوعي، لا انا ممكن حتى اعمل الهوم ورك بتاعي واخزنه فوق يا جماعه الكلاود، وابعته للناس بتاعتي عن طريق الكلاود. طيب كمان حاجه تانية، المزيكا. زمان احنا كنا بنجيل الشرايط الكاسيت، وكنا بنجيل السيديهات، وكنا بنجيل طبعا يا جماعه ان احنا نسمع المزيكا في الراديو. لا، كل الولاد دلوقتي يا جماعه خلاص بطلت ان هي مش جيل الشرايط ولا جيل حتى السيديهات، هي عندها اوتوماتيك يا جماعه الموبايل بتاعها. بس كتر الاغاني كتير جدا اللي بقت موجوده في السوق، بقى ان هم محتاجين ستورج عاليه او مساحه تخزينيه عاليه علشان يخزنوا كل الاغاني اللي هم بيحبوها. لا، دلوقتي بقى في حاجه اسمها ساوند كلاود. ساوند كلاود ده برنامج موجود على الموبايل او التابلت، اتفقنا ان هم جيل الموبايلات، يقدروا ان هم اي اغنيه هم حابينها هيخشوا عليها ويسمعوها، حاجه اسمها ستريمينج. يعني انا ممكن اشغل الاغنيه اللي انا حباها اوتوماتيك اونلاين على الانترنت. يبقى انا عندي من حاجه اسمها ساوند كلاود، عندي من حاجه اسمها جوجل ميوزك، اقدر ان انا استدعي المزيكا اللي انا حباها. مش لازم المزيكا تكون موجوده على الموبايل بتاعي، لان اتفقنا ان الموبايل مهما كان مش هيقدر يخزن كل المزيكا اللي احنا حابينها. يبقى انا ممكن دلوقتي يا يوسف انزل ساوند كلاود او جوجل ميوزك انزله على الموبايل. طيب هنزل ساوند كلاود منين؟ الابلكيشن اب ستور او ابل ستور، بلاي ستور او بلاي ستور. يبقى زي بالظبط ما احنا بننزل واتساب او الفيسبوك من الاكونتس دي، اقدر ان انا اخش على ساوند كلاود وانزل البرنامج دوت على الموبايل. طيب نيجي نبص بقى كمان، في عندي حاجه اسمها كلاود ابلكيشنز. يعني ايه كلاود ابلكيشنز؟ اتفقنا زمان ان لازم يكون عندي كمبيوتر عليه وورد او اكسل او باوربوينت عشان اكتب عليه الواجبات بتاعتي، اعمل عليه اعمال الحسابيه بتاعتي، اعمل عليها البرزنتيشن. طيب مش متاح دلوقتي في ايدي ان يكون عندي لابتوب ولازم اعمل هوم ورك دلوقتي حالا،
ولازم اعمل البرزنتيشن. برزنتيشن يعني بعرض مشروع وعايز اعمل له سلايدز. سلايدز يعني صور متتابعه ورا بعضيها. ما عنديش البرنامج دوت، اقدر ان انا اخش على كلاود، بقيه البرامج فور فري متاحه للناس كلها، اسمها يا جماعه جوجل دوكس او الفوتوشوب اكسبرس. البرامج دي كلها يا جماعه بقت فور فري، مرفوعه على الانترنت، مش محتاج منك اي حاجه خالص. تقدر ان انت تعمل لها اكتيفيشن زي ما قلنا من التابلت او الموبايل، انا مش محتاجه اي كمبيوتر فيها. كل المجموعه دي بننزلها منين؟ اتفقنا نخش على الابل ستور، نخش على البلاي ستور، نقدر ان احنا ننزل مجموعه البرامج دي نستخدمها على الموبايل بتاعنا. يبقى انا مش محتاجه اقول لبابا وماما انا محتاج كمبيوتر، لا، احنا اتفقنا ان احنا جيل تابلت وجيل الموبايل، وده اكتر الحلقات بتاعتنا هتكون استخدامنا للتابلت والموبايل. تعال نبص كده الحاجات دي. مجموعه الابلكيشنز دي كتير جدا بتبقى على الموبايلات بتاعتنا، بس لما اجي اسال الناس كل واحده وظيفتها ايه، بلاقي الناس مش عارفه ايه الفروق ما بينهم. احنا النهارده هنيجي نتكلم عن الموضوع ده. اول ايكون اللي بلاقيها موجوده زي ما اتفقنا ان احنا بنتكلم في الموبايل، فتحنا الموبايل بتاعنا بلاقي الايكون اللي مكتوب عليها جوجل بلس. جوجل بلس تعمل زي الفيسبوك، بس كل الناس حافظه الفيسبوك وحافظه الانستجرام. الجوجل بلس ده سوشيال ميديا، سوشيال ميديا يعني انا ينفع ان انا اتكلم انا واصحابي عليه. نقول تاني، الناس كلها عارفه الفيسبوك، الناس كلها عارفه الانستجرام، لكن الناس قليل قوي ما عارفين الجوجل بلس. الناس عارفه الجوجل بلس عن طريق بس الميل اللي هو جيميل، لكن الناس مش عارفه ان الجوجل بلس ده سوشيال ميديا ينفع ان انا اتكلم عليه او اعمل شات عليه. تعال نشوف كده الجوجل بلس ايه المحتويات اللي موجوده، ليه هو مور ادفانس عن الفيسبوك. الجوجل يا جماعه في حاجه اسمها درايف. الجوجل في منه 5 حاجات، 1 2 3 4 5. يبقى انا عندي الجوجل، عندي منه 5 ابلكيشنز. الابلكيشنز دي يا جماعه بنزلها اتفقنا من البلاي ستور او الابل ستور، بنزل حاجه اسمها درايف. الدرايف ده حاجه مهمه جدا علشان اخزن عليه مجموعه الصور بتاعتي واخزن عليه كل الملفات اللي انا عايزاها. يبقى انا عندي الموبايل مش مستحمل اخزن الداتا بتاعتي، يبقى انا بسجل حاجتي على الداتا درايف. طيب في ميزه اهم من كده كتير جدا، ياما الموبايلات بتقع في الميه، ياما موبايلاتكم بتتكسر، ياما بغير من موبايل لموبايل. فحاجه مهمه جدا، كل بياناتي المهمه بخزنها يا جماعه على الداتا ستورج، اقدر استدعيها في اي وقت. موبايلك اتكسر، الموبايل بتاعك وقع في الميه، انا ما عنديش اي مشكله خالص، علشان كل الباك اب بتاعي دلوقتي بقى على الداتا ستورج. خلاص ما بقاش حد بيعمل باك اب لحاجته على اليو اس بي، ما بقاش حد بيعمل باك اب حاجته خلاص على الكمبيوترز، خلاص كل حاجتنا يا جماعه بقت على الكلاود. احنا خلاص بقت التكنولوجي اختلفت جامد جدا. طيب الفوتو ستورج، عندي كم هائل من الصور، مستحيل الموبايل يقضي كل الصور اللي انا اتصورتها دي. الفوتو ستورج هو البرنامج المسؤول عن تخزين الصور بتاعتنا. ممكن نبص على شكل الايكون، هتلاقوا الايكون دي موجوده على التابلت بتاعتكم او الموبايل بتاعتكم، بس انتوا مش عارفين تستخدموها ازاي او ايه فايدتها اللي موجوده. الايكون اللي قبل الاخيره دي اللي هي جوجل دوكيمنت، تعالوا نبص كده عليها، اللونها ازرق دي. الجوجل دوكيمنت حضرتكم ده برنامج الوورد، الام اس وورد العادي جدا اللي هو الاوفيس. انا فاكره احنا عشان انا جيل اقدم شويه كلنا عارفين يا جماعه حاجه اسمها المايكروسوفت اوفيس. خلاص يا جماعه ما بقاش في حاجه اسمها مايكروسوفت اوفيس، بقى عادي جدا بخش على الكلاود بلاقي يا جماعه 3 حاجات، الاقي الاوفيس اللي هي الوورد، الاقي الاكسل، الاقي الباوربوينت، بقوا متاحين فور فري على الانترنت. وكمان فين؟ مش محتاجه انزل البرامج دي على الكمبيوتر بتاعي. قلنا انا عايز اعمل هوم وورك بتاعي، عايز اعمل الواجبات بتاعتي، عايز اكتبها على برنامج الوورد، وما عنديش كمبيوتر ولا عندي موبايل، اقدر ان انا انزلها على التابلت او سوري الموبايل بتاعي، واقدر اعمل كل الهوم وورك بتاعي عليها. اقدر ان انا عندي برنامج كتابه على الموبايل واقدر اعمل لها شير طريق هايل، وهنبتدي نشوف مع بعض هنعمل لها ايه. اما بقى الناس كلها دايما عارفه الماسنجر، ان هي دايما وهي بتحب تكلم اصحابها حافظين دايما الماسنجر، وهي مش عارفه دلوقتي ان انا عندي حاجه اسمها جوجل هانج اوت. تعالوا نبص كده مع بعض. انا عندي الجوجل هانج اوت اللي هو الاخضر ده، الجوجل هانج اوت ده يا جماعه برنامج بيعمل شات فيديو واوديو. كلنا عارفين الفايبر، كلنا عارفين اللاين، كلنا عارفين الماسنجر، لكن ده كمان يا جماعه في حاجه اسمها جوجل هانج اوت. في فتره كده قالوا يا جماعه احنا هنقفل اكونت معينه او فيديو كول معينه كتير جدا، عادي جدا اول ما هيقفل يا جماعه فيديو كول معينه ينفع ان احنا نستعمل فيديو كول تانية. يعني لو فايبر فيه مشكله اقدر استعمل جوجل هانج اوت،
الماسنجر فيه مشكله اقدر استعمل لاين. بقى عندنا كميه برامج كتيره جدا نقدر ان احنا نعمل عليها فيديو كول، وينفع نعمل عليها اوديو كول او نعمل عليها شات. يبقى مجموعه الخمس برامج هي موجوده فعلا على الموبايل بتاعنا، اللي هو تعالوا نبص كده هي موجوده على ايه. الحاجات دي كلها موجوده على الاندرويد وموجوده كمان على الاي او اس. تعالوا نشوف ازاي حاجه عمليه، ازاي فعلا انا مش عارفه استخدم الحاجات دي. انت بتحكي لنا كتير جدا نظري، بس انا عايزه لا انا قولي لي الخطوات انا اعمل ايه. طيب احنا اتفقنا لازم هيكون معاك موبايل، اتفقنا ان احنا خلاص هننسى موضوع الكمبيوتر خالص نهائيا، على الاقل ابسط حاجه عندك موبايل. جميل، عندي موبايل. هتبتدي ان انت تخش على الموبايل بتاعك او التابلت بتاعك، هنفتح بيج اسمها www.google.com، كلنا عارفينها، دي صفحه السيرش اللي كلنا حافظينها. جميل، وهنعمل حاجه اسمها اكونت، وبنعمل حاجه اسمها ساين يعني اعمل اكونت على الجوجل. يبقى اول خطوه هنفتح البيج بتاعه الجوجل بتاعتنا، وبعدين هنبتدي ان احنا نعمل ساين. اول ما نعمل ساين نبص على الجنب كده، تعالوا نبص على الجنب شويه كده، ان انا بعمل ساين دي الايكونز اللي بتبقى موجوده. تعالوا نشوف كده الايكونز اللي موجوده معانا، احنا هنسكرول بس على الجنب كده شويه، نحاول ان احنا كده نسكرول نبص على الفيتشرز موجوده اهو. ده الشكل اللي هيكون موجود عندي، مش عارفه هي كده باينه على السكرين او لا. ده الشكل اللي هو الجوجل بتاعنا. اول ما بنعمل اكونت نبص عليه كده على الجنب شويه، هلاقي البيج بس كده، هلاقي هنا اهو ده شكل الاكونت، دي علامه الاكونت اللي موجوده عندي هنا اهو. يبقى انا عندي ده الاكونت. هتبتدي يا يوسف تعمل لك اكونت جديد، هتعمل ساين. اول ما هتعمل ساين هتلاقي كل البرامج دي موجوده. يبقى احنا اول ما هنعمل جوجل ونعمل ساين اب نعمل اكونت، اكيد كتير جدا مننا عندنا اكونت على الجيميل. اوكي، الاكونت بتاع جيميل هو نفسه يا جماعه الاكونت بتاع الجوجل. اول ما بتعمل اكونت بتدوس على الايكون اللي فيها الايكونز دي. تعال نشوف بتفتح البيج. فتحت الاكونت بتاعي بيكون بالشكل ده. اول ما هتدوس على العلامه اللي مكتوب عليها درايف هتلاقي كل الصور اللي انت صورتها من اول ما جبت الموبايل بتاعك، ومن ساعه ما عملت الاكونت هتلاقي كل الصور بتاعتك متخزنه. ايه ده؟ ده انا لقيت شويه صور كتير جدا، ده انا مسحتها من على الموبايل. عادي جدا، كل ما بتمسح الصور من على الموبايل هو ما مسحش من الدرايف بتاعه. يبقى في ميزه مهمه جدا، انت اتصورت صور كتيره جدا، الموبايل مش بيقضي، طبعا بتمسح الصور بتاعتك وتاخد صور جديده. لما تحب ترجع للصور الذكريات القديمه بتاعتك هتلاقي الصور بتاعتك موجوده على الجوجل درايف. ايه ده؟ طب ما انا صوري موجوده على الفيسبوك. لا، في فرق. الصور الموجوده على الفيسبوك انت حابب تعمل لها ابلود او لا، يعني انت حابب ترفعها او لا، لكن الجوجل درايف بيعمل حاجه اسمها باك اب. يبقى دي ميزه مهمه. يبقى اول ميزه يا يوسف ان انت بتقولي انا بحب استعمل فيسبوك للصور. لا يوسف، صح. الفيسبوك انت اللي بتعمل ابلود، انت اللي بتحدد انا عايز ارفع الصور او لا، لكن جوجل درايف بيحتفظ بالصور بتاعتك. لا، هو بياخد كوبي من الصور بتاعتك على الجوجل درايف، زي زمان يا جماعه لما كنا بنركب يا جماعه الفلاشه او الهارد ديسك عشان ناخد عليها الصور بتاعتنا. بس افترض الفلاشه باظت او الهارد باظ، بنخسر الصور كلها. لكن طول ما حاجتي مرفوعه في السماء فوق في الكلاودز، خلاص انا الصور بتاعتي موجوده. يبقى ميزه من الموجوده في الجوجل درايف كل الصور يا جماعه انا محتفظه بيها، حتى لو مسحتها من على الموبايل هي برضو موجوده. لازم اخش على الدرايف وامسحها، دي اول خطوه. طيب ازاي بقى انا مش عايزه استعمل موضوع الصور؟ عادي جدا، انا ما عنديش صور كتيره جدا، مش بحب احط الصور بتاعتي علشان الخصوصيه بتاعتي، ما حبش احط حاجتي على الكلاودز. انا شخص ملتزم شويه وحابب ان انا عندي واجب مدرسي. طيب الميس قالت لي ايه دلوقتي انا عايزه اكتب الاسي بتاعتي، عايزه اعمل الواجب بتاعي، عايزه اعمل شيت صفحه، قالت لي اكتب موضوع التعبير على برنامج المايكروسوفت وورد. طيب هاجي اقف دلوقتي واقول لبابا بليز يا بابا انا عايز كمبيوتر. معلش مفيش كمبيوتر. طيب يمكن الكمبيوتر موجود بس المايكروسوفت اوفيس مش موجود على الكمبيوتر، وقعنا في مشكله ثانيه. طيب ولا القصه دي، تفتح الموبايل بتاعك، هتفتح الجوجل بتاعك. اول ما هتدوس على الجوجل هتلاقي في برنامج اسمه جوجل درايف. لما بتفتح الجوجل درايف بتلاقي تلات علامات تحت، تلات الايكونز دول موجودين. معلش هما مكانهم فين؟ حد بيقول لي انا هفتحهم فين؟ اهم يا جماعه شايفين العلامه دي؟ انا عندي هنا كده نيو، احاول ان اكبر. شايفين تحت كلمه ماي درايف؟ اول ما هتدوس تحت المثلث اللي تحت ماي درايف ده، اول ما هتدوس على ماي درايف
تنزل تحت هتلاقي فتح معاك التلات حاجات دول. التلات حاجات اللي هيفتحوا معايا اللي هم دول: جوجل دوكيمنت، والجوجل شيت، والجوجل سلايدز. الجوجل دوكيمنت هو المايكروسوفت وورد، الجوجل شيتس هو الاكسل اللي بعمل عليه حسابات، اما الجوجل سلايد هو برنامج الباوربوينت. يبقى نرجع نقول الناس القديمه من ايام الجيل بتاع المايكروسوفت اوفيس، احنا يا من زمان جدا، احنا من جيل يا جماعه المايكروسوفت اوفيس. هاي دلوقتي الجيل الجديد يا جماعه ما عندوش وقت يكتب على الكمبيوتر، ما عندوش وقت ان هو يكتب اي حاجه خالص او يدور على الابلكيشن، يفتح الموبايل بتاعه. اتفقنا تاني نقول هنروح على حاجه اسمها جوجل، بيعمل اكاونت، بيدوس على الاكاونت بتاعه، بيدوس على كلمه درايف، هيلاقي جماعه تحتيها الثلاث حاجات دول، هيلاقي برنامج الوورد، برنامج الاكسل، برنامج الباوربوينت، وكمان فور فري، يعني مش محتاج حتى ينزلهم او ياخدوا مساحه تخزينيه على الكمبيوتر بتاعه. طيب بيقول لي طب انا هعمل ازاي؟ هتدوس على جوجل دوكيمنت، هتلاقي في عندك حاجتين: بلانك دوكيمنت، انا عايز صفحه جديده اشتغل عليها، هيفتح لك الصفحه الجديده. ادي الصفحه الجديده اللي انت حابب تشتغل عليها، هيروح فاتح بيج جديده. لما بيفتح بيج جديده بقول له حاجه اسمها فايل، وبقول له حاجه اسمها نيو. نقول تاني، يبقى احنا بنفتح حاجه اسمها جوجل دوكيمنت، بيفتح لنا صفحه جديده، وبقول له انا عايز البيج بتاعتي الجديده. طيب نيجي بقى البيج دي، عملنا الصفحه الجديده، وانا سميتها حتى ان احنا كنا بنكتب عليها الستوري بتاعتنا، حاجه اسمها انجلش ستوري. اهو كتبنا وعملنا لها سيف الانجلش ستوري. الميس قالت لي اكتب قصه، اوكي، وسيفها او اعمل الهوم ورك بتاعك. طيب عمل الهوم ورك بتاعه اونلاين وكمان على الموبايل. طيب حابب بقى بعد ما عملت الهوم ورك بتاعي، او بعد ما كتبت الشيت بتاعتي، او بعد ما كتبت السي في، ايه ده حتى كمان السي في، اه طبعا انت ممكن تكتب السي في بتاعتك خلاص، اوكي. حابب بقى تعمل ايه؟ حابب ان انا اودي الورقه دي الى كلاود، الملف ده الى كلاود، هعمل بايه؟ ما هو ده مش ملف في ايدي، هو مش موجود على فلاشه عشان اديه لحد، خلاص ما بقاش في حاجه اسمها فلاشه، ما فيش حاجه اسمها هارد ديسك. اعمل ايه؟ هنضغط هنا على الجنب، لو بصينا هلاقي ان في حاجه اسمها شير، هلاقي على الجنب لو بصينا هنا في ايكون اسمها شير. دلوقتي احنا وصلنا لحد ان احنا كتبنا الاسي بتاعتنا، او كتبنا المقاله بتاعتنا، او كتبنا السي في بتاعتنا، او كتبنا حتى اي جواب احنا عايزينه. طيب ازاي دلوقتي ان احنا نبعته للناس؟ اتفقنا ان احنا مش هنبدل مع بعض خلاص، ولا يو اس بي ولا فلاشات، ولا محتاجين حتى ننزل من بيتنا علشان نبعت للشخص نقول له خد الجواب دوت. بنعمل ايه دلوقتي؟ بندوس على حاجه اسمها فايل، وندوس على حاجه اسمها شير. يبقى شير هو اللي احنا هنبعت للشخص بتاعنا الملفات بتاعتنا. طيب شير ازاي؟ تعال نبص كده على جنب ايه الاختيارات المتاحه اللي عندنا. شير، احنا عندنا شير، وعندنا كمان كلمة تانية مهمة جدا اللي هي داونلود. يبقى نبص بس زوم مع بعض كده، يبقى انا ممكن اعمل حاجتين، انا ممكن اعمل شير، شير يعني انا عايزة ابدل الملفات مع شخص تاني او ابعتها له، او ان انا هعمل داونلود. تعالوا نشوف اول خطوة ازاي هنعمل شير وازاي هنعمل داونلود. لما بنروح نعمل شير، تعالوا بص كده نرجع تاني اهو الشير بتاعتنا، نبص كده شير سيتنجز، معلش احنا عملنا زوم جامد جدا، احنا نرجع شوية. شير سيتنجز سامح لك باربع حاجات: يا اما عايز تبعت الجواب اللي انت عامله دوت، او المقاله اللي انت عاملها عن طريق الميل، وكلنا طبعا حافظين كلمه الميل، او ان انا عن طريق يا جماعه الجوجل. الجوجل اتفقنا ان هو حاجه زي الفيسبوك بالظبط، هو سوشيال ميديا بنقابل فيه كل اصحابنا الموجودين، او ان انا عايز ابعته على الفيسبوك، او عايز ابعته على التويتر. يبقى انا عندي الحاجه اللي احنا بنكتبها على الدوكيومنتس بتاعتنا، يا اما اقدر ابعتها بالميل، اقدر ابعتها الجيميل، اقدر ابعتها على الفيسبوك، اقدر ابعتها على التويتر. طيب حد هيقولي لا، طب انا مش عايزه كل الناس تشوف الحاجه اللي انا بعتها، انا بعت حاجه مهمه جدا، انا بعت مثلا فاتوره، انا بعت دلوقتي السي في بتاعتك، انا بعت الهوم ورك اساسا للميس، انا عايزه الميس تشوف الواجب بتاعي، بتصلحه بترجع ترجعه تاني. هل ليا صلاحيه ان انا ابعت لشخص معين بس والناس كلها ما تشوفوش؟ اه طبعا. تعالوا نبص ايه بقى اللي مسموح. عندي حاجه اسمها برايفت. برايفت معناها انت الوحيد اللي هتشوف الهوم ورك بتاعك. ما احنا اتفقنا ان احنا بكتب الحاجه اللي انا عايزاها، بكتب الواجب بتاعي على المايكروسوفت وورد، بعد كده عايز احتفظ بيه، فبالتالي عشان احتفظ بيه بقول له حاجه اسمها برايفت. برايفت يعني انا الوحيد اللي هشوفه. طيب لا، ده انا عايزه اكتب حاجتي وابعتها للميس بتاعتي وتصلحها لي. في الحاجه دي وانا بقول له شير، بطلب منه يا جماعه مين؟ انفايت بيبل.
يبقى بتكتب هنا invite people، بتكتب الميل بتاع الشخص اللي هو عايز يشوفها. مثلا انا كتبت دلوقتي يا جماعة موضوع تعبير، الموضوع التعبير دلوقتي بدل ما خلاص ما بنكتبه في الكشكول كتبناه دلوقتي يا جماعة، اتفقنا على برنامج اسمه أيوة جوجل دوكيمنت، كتبنا موضوع التعبير على برنامج الجوجل دوكيمنت اللي هو يعتبر المايكروسوفت وورد اللي أساسا نازل على الكلاود، أنا مش محتاجة أنزله على الموبايل بتاعي. طيب أبعت إزاي الميس عشان تشوف الموضوع التعبير بتاعي؟ هروح إلى لها شير، جميل، شير تختار إيه؟ يبعته لها على الفيسبوك تشوفه، يبعته لها على الميل، يبعته لها على تويتر، يبعته على رابع حاجة كانت الفيسبوك أو التويتر أو الجوجل أو الميل، دول الأربع حاجات. طيب كمان أنا بدي الصلاحية إن هي يمكن القراءة والتعديل، تحت بقول لها يا جماعة إن هي ممكن كمان إن هي تعمل أكسس عليها، إنها ممكن كمان تعدل، تقول لي معلش أنا عايز أعدل في الحتة دي وأعدل في الحتة دي وأعدل في الحتة دي. تخيلوا إن الملف ده هيكون فين؟ هلاقي الملف ده موجود على الموبايل بتاعي والملف ده موجود على الموبايل بتاعها. نرجع تاني دلوقتي، التدريس في المدارس دلوقتي يا جماعة كان زمان الكتب، هنبتدي دلوقتي ان التدريس هيتغير كتير جدا، بقى الولد هيروح المدرسه بالتابلت ويرجع المدرسه بالتابلت، يعني معناها مفيش كشاكيل مفيش كتب، كل حاجتنا هنعملها على التابلت والموبايل. حلو، هنعمل الواجبات ازاي؟ هنعمل الواجبات بتاعتنا على الجوجل دوكيمنت، عملنا الواجب بتاعنا. طب الميس هتصلحه ازاي؟ مش محتاجين ان احنا نروح تاني يوم المدرسه عشان الميس تصلحه عندنا، بقول لها شير، هلاقي الملف ده وصل كمان على الموبايل بتاعها، هتفتح هي الملف بتاعي اللي فيه الواجب بتاعي، هتصلح الواجب بتاعي اوتوماتيك يا جماعه، وهي بتصلح وخلصت هلاقي التصليح بتاعي ظهر على الموبايل بتاعي. هو ده التكنولوجي الجديد، مش محتاجين ان احنا كشاكيل، مش محتاجين ان احنا نكتب ورقه وقلم، مش محتاجين ان احنا ناخد الواجب بتاعنا على USB وتاني يوم نبعته المدرسه، لا وانت قاعد في البيت على الايباد بتاعك او التابلت بتذاكر كل الهوم ورك بتاعك وبتعمل كمان كل الهوم ورك اللي انت عايزه. طيب تعال نشوف مش بس القصه دي، طبعا انا عملت تجربه ان انا عملت فعلا شير وبعت حاجتي على الفيسبوك، قعدت اشوف بس شكلها على الفيسبوك هتبقى شكلها ازاي. على الفيسبوك هتظهر بالشكل ده، هلاقي اهو انا عامله شير وخدت سكرين شوت من اللي انا بعته لنفسي وكاتبه ان ايمان عامله حاجه اسمها انجلش ستوري، يعني انا كتبت يا جماعه قصه جميله جدا ورفعتها كمان عن طريق الفيسبوك. كتبت القصه دي ازاي؟ فين برنامج الكتابه الموجود على الموبايل؟ ايوه جوجل دوكيمنت، يبقى البرنامج اللي موجود كتابه على الموبايل اسمه جوجل دوكيمنت، هو ده البرنامج اللي بيفتح لي الصفحات المتعدده. كتبت القصه الحلوه اللي عملتها، عايزه الناس تقرا القصه دي، رفعتها على الفيسبوك وحددت كمان مين اللي على الفيسبوك اللي مسموح يقرا القصه دي او مين اللي مش عايزاه يشوف القصه دي، مش عايزاها بابليك، مش عايزه الناس كلها تشوفها. بتطلع شكلها على الفيسبوك ازاي؟ بالشكل ده انجلش ستوري، ومكتوب كمان حتى نبص كده يوسف، مكتوب حتى كمان البرنامج اللي معمول عليه اللي هي لو بصينا كده مكتوب حاجه اسمها documentsgoogle.com، طبعا حقوق الملكيه ليهم، عشان كده هو بيكتب يا جماعه انا عملت ده وده على برنامج ايه. فالمعلومه دي بتخليني ان الشخص كمان اللي قصادي يستفيد من المعلومه، يعرف ان انا عملت كتبت دوت على برنامج ايه، فهو كمان يقلدني ويعمل برده نفس القصه. طيب انا مش عايز اعمل شير، نشوف احنا كمان ممكن نعمل ايه غير ان هو هيعمل شير. ممكن كمان ان هو عايز يعمل له داونلود. امتى بقى هيكون عايز يعمل داونلود؟ خلاص انا مش عايزه شير، تعالوا كده نعمل زوم. غير شير اللي موجوده فوق، تحت لو نزلنا شويه كمان احاول انزل بالراحه بالراحه بسكرول داون، هلاقي تحت مكتوبه حاجه اسمها داونلود از. ايه بقى داونلود از؟ لا انا خلاص عايزه انزلها عندي، حاجه فعلا عايزه اروح اطبعها، حاجه فعلا عايزه انزلها فاتوره مهمه جدا وعايزاها، لا انا عايزه بقى في ايدي، انا عايزه بقى الحاجه دي في ايدي. في الحاله دي بعمل حاجه اسمها داونلود. طيب داونلود بتسمح لي بايه؟ تعال نشوف داونلود انزلها تسمح لي بايه. تقدر تنزلها عشان تستعملها بقى على برنامج ايه؟ مايكروسوفت وورد دوكيمنت. في الحاله دي لو نزلتها عندك على الكمبيوتر بتاعك محتاج دلوقتي برنامج المايكروسوفت عشان تعدل عليها. طيب حاجه تانية، انا ممكن انزلها RTF، ممكن انزلها PDF، ممكن انزلها تكست، يعني معناها داونلود؟ لا داونلود انا عايزه انزلها فعلا من الكلاود. نقول تاني هي كانت موجوده فين؟ في الكلاود. بقول له حاجه اسمها داونلود، يعني بنزلها عندي، بنزلها عندي على الموبايل على التابلت على الكمبيوتر، وات ايفر الداونلود اللي احنا عايزينه. في الحاله دي ليه عايز اعمل داونلود؟ لا لان انا عايز احطها فعلا على USB عندي او على هارد ديسك. يبقى احنا عندنا حاجتين يا يوسف، يا اما نعمل شير يا اما نعمل داونلود از. تمام كده احنا كده استفدنا
من ان انا كتبت البرنامج بتاعنا. تعال نشوف ايه تاني كمان. نبص بقى برنامج الدوك ده شكله ازاي. ازاي بقى هاو تو اوبن دوك؟ ايه بقى برنامج دوك؟ احنا اتفقنا علشان نكتب يا يوسف، احنا اتفقنا عشان نكتب، احنا بنخش دلوقتي على حاجه اسمها جوجل اكاونت. بعد ما نخش على جوجل اكاونت بندوس على حاجه اسمها وان درايف اللي فوق. الوان درايف فيها ثلاث حاجات، يا اما بقول له حاجه اسمها جوجل دوك، جوجل دوك دي اللي اقدر اكتب عليها اللي هي مايكروسوفت وورد، يا اما جوجل جوجل سبريد اللي هي اكسل شيت اقدر اعمل عليها حسابات، او حاجه اسمها جوجل سلايد اللي هي برنامج الباوربوينت. يبقى الثلاث برامج دول موجودين. طيب ثلاث برامج دول خلاص موجودين على الانترنت، لكن انا كمان على الموبايل بتاعي بلاقي البرنامج ده الايكون دي اللي اسمها جوجل دوكيمنت. يعني اهو بفتح الموبايل بتاعي هلاقي العلامه دي اللي هي اسمها جوجل دوكيمنت، او بنزل الجوجل دوكيمنت من الابل ستور اتفقنا او البلاي ستور. الجوجل دوكيمنت دي بقى فايدتها ايه؟ الجوجل دوكيمنت ده ايقونه خلاص، برنامج صغنطوط جدا بنزله على الموبايل بتاعي علشان بدل ما كل مره اكتب www.google.kaza واخش بالاكونت بتاعي واخش بالباسورد بتاعك ليه اللفه دي كلها، بقيت خلاص بنزل البرنامج ده الايكون ده اول ما هدوس عليها اللي هي زي الواتساب وزي الفيسبوك كلنا متعودين طبعا، بعمل عليها وان كليك. اول ما هعمل عليها وان كليك تعالوا نشوف ايه اللي هنلاقيه. تعالوا نشوف هنلاقيه دلوقتي ايه. طبعا اتفقنا ان احنا البرنامج ده الجوجل دوكيمنت يقدر ينزل على الاندرويد وينزل على الاي او اس، ما عنديش اي مشاكل خالص. بصوا على شكله ايه عشان لو انتم حابين فعلا تنزلوه، شكله جوجل دوكيمنت. يبقى اللي هينزل يا جماعه من ابل ستور او بلاي ستور اسمه جوجل دوكيمنت، هتكتب الاسم دوت فوق جميل هينزل لك. بعد كده هينزل ايه او حاجه ثانيه، هيقول لي معلش انا ما عنديش موبايل او تابلت، لو عايز على الكمبيوتر مفيش مشكله برضو هتدور على جوجل دوكيمنت. جايباه بالظبط يا جماعه، هيفتح شكل البيج دي. انا عشان اوريكم هيفتح شكله ازاي بيقول لي جو تو جوجل دوكيمنت. ايوه تمام، هيفتح الشكل ده هيلاقي كل الهوم ورك بتاعي موجودين في الجوجل دوكيمنت. وشكرا جدا يا يوسف، سعدتنا جدا ان انت كنت موجود معانا، ويا رب اكون رديت على السؤال بتاعك اللي بتقولي انا عايز اعمل هوم ورك بتاعي وابعته للميس بسرعه ازاي، انا عندي صور كتيره جدا وما عنديش مساحه على الموبايل بتاعي، اعمل ايه؟ مش لازم اشتري يو اس بي جديده، لا مش لازم اعمل ابجريد للموبايل بتاعي، لا ممكن انت تستعمل جوجل درايف. ويا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه النهارده، ان احنا دلوقتي يا جماعه عرفنا ان احنا ممكن ان احنا نستعمل حاجه اسمها جوجل درايف. الجوجل درايف يا جماعه ده بس مش سوشيال ميديا بس، الجوجل درايف تقدر ان انت تسيب الصور بتاعتك، تقدر ان انت تعمل عليها المايكروسوفت اوفيس خلاص بقى يا جماعه جوه كلاودز. ناس كتير قوي ما تعرفش المعلومه دي، ان هي دايما تقول لي انا عايز اكتب اي حاجه هاتي لي مايكروسوفت اوفيس، لا خلاص ما بقاش في حاجه اسمها مايكروسوفت اوفيس، بقت موجوده على الكلاود. خش على الكلاود ونزل حاجه اسمها جوجل دوك، هتقدر تكتب كل اللي انت عايزه وكمان تبعت للشخص اللي انت عايزه. ويا رب تكونوا استفدتوا بالحلقه دي، ويا رب ان شاء الله باذن الله على خير في كل موضوعات اخرى، وارد على اسئله اخرى ان شاء الله، وشكرا.